المغربية الصحراء أو العلاقة بين المغرب، العلاقة التاريخية بين المغرب وصحرائه. الموضوع الثاني يتعلق بمشاركة العرائش في المسيرة الخضراء، انطلاق المسيرة الخضراء من هنا من العرائش. والموضوع الثالث يتعلق بزيارة السلطان أو الملك محمد الخامس لمدينة العرائش بعد استقلال المغرب مباشرة، والاحتفال الذي احتفل به المواطنون هنا بمدينة العرائش بهذه الزيارة التاريخية. هنا نبدأ بهذه اللوحة التي تعبر عن مجموعة من الخرائط للدولة المغربية في مختلف العصور، والخرائط طبعا واضحة تبين الحدود المغربية في مختلف المراحل التاريخية. ودائما كانت الصحراء المغربية أو ما يصطلح عليها اليوم بالصحراء الغربية دائما كانت جزء من التراب الوطني، سواء في فترة المرابطية أو في فترة ديال الموحدين أو فترة السعدية أو فترة العلوية أو في نهاية القرن التاسع عشر، التي يعني كنشوفوا هنا في آخر خريطة تظهر لنا على الصورة يعني المساحة الحقيقية للدولة المغربية قبل يعني دخول فرنسا وإسبانيا لاستعمار المغرب. تولي السلطان مولاي الحسن الأول للشيخ مع العينين على بلاد بني عمران بسوس أقصى. هذا الظهير ديال مولاي الحسن الأول يعين بمقتضى الفقيه سيدي أحمد بن محمد بن الأعشى قاضيا سنة 1886 منطقة تجاكنت. هذا كذلك ظهير ديال مولاي عبد العزيز يولي به محمد الأمين بن علي التكني على قبائل ولاد موسى والعبيدات وولاد علي من قبائل تدرارين الصحراء سنة 1893. كذلك ظهير آخر للسلطان مولاي عبد العزيز يكلف بمقتضاه القائد إبراهيم بن مبارك الشوكي تكني بحراسة الشاطئ الصحراوي الممتد من طرفايا إلى رأس بوجدور سنة 1901 سنة 1765، والتي بعث من خلالها العاهل المغربي إنذار لملك إنجلترا يلزمه بعدم تجاوز مراكبه لحدود الصحراء المغربية. هذه كما ترون كلها وثائق تؤكد وتثبت بما لا يدعه السلطان مولاي عبد العزيز من الشيخ مع العينين سنة 1894 يشكر فيها الشيخ سلطانه على حسن استقباله وضيافته. هذه كذلك رسالة شكر إلى السلطان مولاي عبد العزيز من الشيخ مع العينين سنة 1896. هذه كذلك رسالة أخرى إلى السلطان مولاي عبد العزيز من محمد بن عمر المراكشي قائد عين صالح. نعم، هي بين سلاطين المغرب والقبائل الصحراوية. هنا نجد رسالة كتبها عام 1937 الحاكم العام الإسباني في تطوان إلى السلطات الإسبانية في سيدي إفني، وما كان يسمى بالصحراء الإسبانية آنذاك وأقليم وادي الذهب، يدعو فيها السكان المسلمين بهذه المناطق إلى الدعاء والصلاة باسم السلطان مولاي الحسن بن المهدي بن إسماعيل، وذلك بمناسبة عيد الفطر 1356 هجرية 1937، بما معناه أن الصحراء كانت يعني ولاؤها للسلطان مولاي الحسن السلطان أو الخليفة السلطاني بتطوان. هذه كذلك صورة لجلالة الملك محمد الخامس طيب الله وتراه يستقبل فيها الشيخ محمد الغضوف بن الشيخ مع العينين لتأكيد الولاء وتجديد البيعة للعرش العلوي والمملكة المغربية الشريفة. هذا نص رسالة التي بعث بها السلطان مولاي إسماعيل إلى رعاياه في تومبوكتو، يؤكد في من خلالها توصله بخطابهم وبيعتهم للعرش العلوي، ويبشرهم بخبر فتح مدينة العرائش وتحريرها في الفاتح من نوفمبر سنة 1689. الوثيقة علق عليها الدكتور عبد الهادي التازي كانت أثمن هدية قدمها السلطان مولاي إسماعيل إلى شعبه بمناسبة مطلع القرن الهجري الثاني ليسترجع مدينة العرائش في الفاتح من نوفمبر 1689. وهذه قائمة بأسماء القبائل الصحراوية التي بايعت المولى عبد الحفيظ مع عدد سكانها. هنا ثلاثة أيام فقط بعد استقلال شمال المغرب بعد المباحثات التي دارت في إسبانيا
والتي شارك فيها سيدي عبد السلام الزدورق من العرائش. دخل الملك محمد الخامس إلى تطوان في السابع من أبريل، في التاسع من أبريل، وفي العاشر من أبريل دخل إلى العرائش مظفرا بالنصر والاستقلال، استقلال شمال المغرب. هذه بعض الصور التي تؤرخ وتشهد لهذه الفترة أو هذا اليوم المجيد من تاريخ المغرب وتاريخ العرائش 157 لإكمال ما بدأه سنة 1956 وسماع المواطنين المغاربة العرائشيين مطالبهم وما يتوخونه من سلطانهم آنذاك. وقد كانت أول هدية من الملك محمد الخامس آنذاك هو إعادة بناء جامع الأنوار الذي هدمه الإسبان في ثلاثينيات القرن العشرين، أعاد بناءه من جديد سنة 1957. فقه فيها ولي عهده آنذاك مولاي الحسن ومولاي عبد الله طيب الله تراهم أجمعين. هذا القصر الكبير، وهذه بعض الصور التي تؤرخ لهذا المشهد أو هذا اليوم التاريخي، مروره بالقصر الكبير وتناوله طعام الغداء هناك قبل أن ينتقلوا إلى نقطة الحدود أو الديوانة في عرباوة لتتم عملية تحطيم الحاجز الحدودي الفاصل بين شمال المغرب ووسطه. مدينة العرائش للمساهمة في معجزة هذا الزمان المسيرة الخضراء، هذا الحدث الكوني الذي يعني قلما نجد له مثيلا في التاريخ الإنساني. عظمة هذا الحدث بالتأكيد هو في تنظيمه، شكل سريته، كيف يمكنك أن تجيش 350 ألف شخص بسرية كاملة دون أن يعلم له الأجانب خبرا، فذلك أمر معجز. لأن نحن فقط نحاول تنظيم بعض التظاهرات بالعشرات الأشخاص ونقوم يعني عمل نقول أنه جبار، فما بالك ب 350 ألف شخص بمائهم ودوائهم وسفرهم وأطبائهم إلى آخره. كانت حقيقة كانت صفحة مجيدة من تاريخ المغرب. كيف نقول اللي ما عرفهاش؟ نعم. لك هو اللي وقبله. نعم. وكانت يعني حقيقة صفحة مجيدة من تاريخ المغرب عموما وتاريخ العرائش. هنا نجد وزير الشباب والرياضة آنذاك محمد أرسلان الجديدي مرفوقا برئيس مجلس البلدي محمد الشنتوب، وباشا المدينة آنذاك محمد السبتي. هذا أكتوبر 75 ساحة قصر البلدية في الحفل ديال التوديع للناس اللي ماشيين المسيرة. وهنا بطبيعة الحال أستحضر كلمة السيد الوالد رحمه الله وسط الصورة. كان أنا ذاك رئيس دائرة العرائش، ما يعادل اليوم المدير الإقليمي للشباب والرياضة. يقول كانت أياما مجيدة حيث بلغت العاطفة الوطنية أوجها عند المغاربة قاطبة آنذاك، وكان لي شرف عظيم أن ساهمنا في تنظيمها وحسن سيرها، وستبقى بلا أدنى شك علامة مضيئة في تاريخ الإنسانية. هذه كذلك جانب من حفل توديع المشاركين في المسيرة الخضراء، وهذه هذه الصورة في إطار التحضيرات التي كانت يعني تجري في سرية وفي تكتم كبير لإنجاح هذا الحدث.